الثانوية العامة البعبع الكبير. أنا نفسي أفهم حاجة، أنت كواحد في الثانوية العامة ماسك الموبايل ليه دلوقتي؟ يعني أنت بتصحى من النوم قبل ما بتفتح الكتاب تروح جايب الموبايل معاده جنبك، إيه؟ كان دافع معاك اشتراك في الدروس؟ جاي يذاكر المنهج معاك عنده امتحان بكرة؟ ما تشيله يا حبيبي، بنقوم من الصبح كده من النوم نروح شايلين الموبايل في الدولاب ونروح نذاكر، عايزين نسأل حد من أصحابنا في حاجة؟ نيجي على نص اليوم نجيب الأسئلة اللي جمعناها ونبعتها للي عايزين نسأله، ساعة وبنروح شايلين الموبايل تاني، تجيبه قبل ما تنام نص ساعة تبص في الإجابات وتروح نايم تاني على طول، ما فيهاش حاجة، لكن معاده جنبك وانت بتذاكر هيعيط، وبعدين ما بنراجعش قبل الامتحان بخمس دقايق، ما بتحصلش، هتربك نفسك على الفاضي، وبعدين المعلومات اللي بتطلع ساعتها دي انا ما اعرفش العيال بتجيبوا مصادرها منين. بص يا ابني انا امبارح كنت في درس والمدرس قال لي سيبك بقى من المنهج كله، هي دي الورقه اللي جايه بكره. اه المدرس حنكش اكد عليا المعلومه دي فعلا اتويكس، الورقه دي فيها خيبتك ما فيهاش الامتحان، ما لو كان الموضوع سهل كده ما كناش قعدنا نروح الدروس دي كلها طول السنه، كنا خدنا الورقه ودخلنا بيها. ده ايه النيله دي؟ بس غريب. بعدين انت دلوقتي داخل الامتحان تقول لصاحبك انا وانت بقى مع بعض جوه داخلين شركه في الامتحان جمعيه، هي ما تركز في اللي انت بتعمله، ركز جاوب يمكن الاجابه تيجي من دماغك. لا 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 هكلمه، يروح المراقب مجرجرك انت وسايبه هو، هو هيعمل اهبل ساعتها، وبعدين صدقني هتقعد تديله معلومات وبعدين هيجي هو في الاخر تساله على حاجه يقول لك ايه مش سامع، ما في ايه، وقع بقى على ودانه ساعتها بقى سدوها بطين وتراب ليه. وبعدين دخلت الامتحان اول سؤال كان صعب، قاعد معاه خمس دقايق وبعدين عشر دقايق وما بتروحش الاسئله اللي بعديها، مكسوف منه مدينك يعني في حاجه، قاعد جنبه انقل على الباقي شوف الباقي بيقولوا ايه، وبعدين ارجع له اخر الامتحان. اي سؤال في الامتحان مهما كبر مش هيتعدى 10% من قيمه الامتحان، هتقعد في 10% وتسيب ال 90، روح لل 90 وبعدين نرجع نشوف ال 10% ده يمكن نعرف نجيب منه خمسه ولا اتنين ولا اي حاجه، لكن قاعد لي جنب السؤال مكسوف منه ما تمشي. الله. بعدين خرجت من الامتحان لقيت في جروب كده، اوعى تروح دول قاعدين بيخترعوا منهج جديد وعندهم قدره غريبه على هز ثقه اي حد في اجاباته، يبقى داخلين الامتحان الماس خارجين يقول لك الاجابه بتاع السؤال الاول قطز. قطز ايه يا جدعان، ما ده امتحان ماس ده كله ارقام، ايه اللي جاب الكلمات دي هنا؟ قالك لا 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 المدرس حنبله القله قال لنا امبارح ان دي اجابتها قطز، ده خريج جامعه ستانفورد، ده متعلم جوه وبره. والله العظيم نفس الجروب ده قاعد يراجع معايا امتحان الانجليش، مشيت من معاهم على اني ناقص 10 درجات، بقيت انا راجع البيت قاعد وماما عرفت من هنا راحت قلبه سطيحه ونحركها ما بتتحركش، ما ابني راح وطلعت انا في الاخر ناقص نص درجه اساسا. وبعدين قول لي انت هتستفاد ايه اما تراجع بعد الامتحان؟ ماشي عرفت ان المساله دي حلتها غلط، هعمل ايه؟ هتخاطب ذهنيا مع الورقه، هتروح مصلحه نفسك، ايه ده صاحبي غلط فيا، لا انا هصلح غلطته، ايه ده في ايه؟ ما الورقه مش هتعمل حاجه، مش هتطلع انت تجري ورا العربيه اللي بتنقل الورق، خلاص ركز بقى في الجديد. وبعدين المشكله ان الموضوع ده مش في اصحابك بس اللي بيراجعوا بعد الامتحان، لا 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 انت هتلاقي نفسك داخل البيت هتلاقي اهلك بيقول لك يلا جاوب معانا الاسئله تاني، يلا افتح كده وريني جاوبت دي ايه وجاوبت دي ليه، همصحح احنا هياخدوا الدرجات اللي اديتوها لي بدل المصحح بتاع الوزاره يعني، ما خلاص يا شباب ما نراجع الماده اللي جايه. الله. ومش المهم دايما ان انت تجيب 100% في كل امتحان، في امتحانات هتنقص فيها وفي امتحانات هتقفلها عادي، غلطت ما فيهاش حاجه، كلنا بنتلخبط، ما انت ممكن تبقى عارفها بتتلخبط، كلنا ساعات بيضربنا الغباء كده في دماغنا بنتنح، يقول لك واحد اصغر من اثنين ولا اكبر منها تقول له اكبر، غباء ضرب ساعتها ما فيهاش حاجه، مش هتقضي علينا يعني. ربنا معاكم ان شاء الله وربنا يوفقكم في الامتحانات وتحققوا اللي نفسكم فيه وبس كده، كان معاكم محمد احمد او زيزو، سلام.